عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غنحضروا طاجين ديال الكويرات ديال السردين، كيجي لذيذ وصحي ونتمنى تجربوه. وشكرا، و الى عجبتكم الوصفه ديال السردين تشتركوا في القناه. السلام عليكم. كفته السردين عندي هنايا، السردين 2 كيلو. الطريقه ديال التنظيف ديالو ساهل، باش كنحيدوا له الجلده كنجيو انا مع هاد الطرف هذا ديال السنسور، كنبقاو غادي ندخلوا صبعنا وحنا غاديين هكا، كيتزول بسهوله. انا حيت راه نقيتو خليت لكم هاد واحد الجوجات باش تشوفوا بحال هاد الطريقه هادي. زيد معكم وحيده كيكون هكا، كنبقاو غاديين مع بحال هكا هكا. صافي، هنا عندي 2 كيلو كله نقيتو حيت ليه الجلده، غنضيفو في الروبو. اللي ما عندوش هذا الروبو يدير الطحانه ديال اليد دي كلها، كنا تقريبا عندنا غندوزو المقادير. عندي هنايا 5 ديال الضروس ديال الثومه محكوكين، عندي هنا نص حامضة مرقدة، غندير نص ديالها ونص ديالها نديرو في الطاجين. عندي نص معلقة ديال البزار، معلقة ديال الفلفلة حمراء، معلقة ديال الكامون تكون عامرة مزيان، نحتاجو الملحة حسب الذوق، نحتاجو قصبر ومعدنوس، تقريبا القصبر كتر من المعدنوس. نحتاج واحد حسب معلقة ديال زيت العود، واحد الخويط هكا. صافي، غنطحنو هادشي كامل. طحنا هادشي متلاقا. هنا من بعد ما طحنتو رجع على هاد الشكل، طحنوش ثاني بزاف، بقى شويه ضروري ما نديروه في الثلاجه على الاقل واحد نص ساعه حتى ساعه، يشد فراسو مزيان. انا غنغطيه ونديروه في الثلاجه ومن بعد نتلاقى ونخلي واحد نص ساعه عاد نكوره. هنا عندي لاصوص ديال المطيشه اللي غنديرها للكفته. عندي 5 د المطيشات مقطعين عشوائيا، عندي 2 دروسه ديال الثومه والملح وزيت العود وربع كاس تاع الماء، وكنخليوها طيب من بعد نطحنها ونصفيها، هي اللي غنديرها لاصوص ديال الكفته. هنا من بعد ما طابت لينا مطيشه غنطحنوها. انا غنستمر نطحنها ونتلاقى. هنا من بعد ما طحنت مطيشه غنصفيها، تجي هكا سهله وزوينه، يعني كتجي حسن من هذيك اللي كنحكوها في الحكاكه، هكا كتجي زوينه وخاطره. انا هذه هي الطريقه ديالي، نتمنى تعجبكم. غنضيف عليها ديك معلقه ديال وركه الطماطم ولا مطيشات الحك، كل واحد شنو كيقول ليها. غنضيف لك قزبر ومعدنوس حسب معلقه كبيره، غادي نضيف ديك
قرنب الحامض مسير، غنزيد شويه ديال البزار حتى الشيشه، ندير الكامون، ندير فلفلة حمراء أو تحميرة، ندير زيت العود حسب واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود، صافي ونديروه على النار ونتلاقاو. هنا من بعد ما مطيشة ديالي غلات جبت هذاك الحوت ودير أنا شوية ديال الماء، غنفزك يدي هكا، نديرو كويرات بقاو نحطو، أنا غنستمر على هاد الطريقة تنسالي ونتلاقاو. هنا من بعد ما ساليت غندوزو للتزيين، تزيين بقى اختياري، ندير هكا فلفلة حمراء هكا السردين يكون صحي حسن من اللي كيكون مقلي هكا في الزيت، كنعطيو لوليداتنا شي حاجة اللي هي مفيدة، الدراري كيعكزو انهم ينقيو الحوت على الشوك على، ولكن بحال هكا كيجي ساهل. ونتلاقاو ان شاء الله الطبق الاخير ان شاء الله بالصحه والراحه. السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا من بعد ما نشف، كيجي لذيذ بالصحه والراحه. شكرا.